عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ تنتمنى تكونوا بخير. اليوم بغيت نشارك معكم الحريشات اللي غنحتاج فيهم الزيتون، بالزيتون والزعتر، ونصف كاس نتاع زيت المائدة، ونص سدرة الحليب على حسب الخليط، واحد خمارة حمراء تاع الحلوة، واحد شوية نتاع قبيصة نتاع الملح، وواحد شوية نتاع سنيدة. ندوز معكم نحضر هاد الحريشات. نبداو على بركة الله، تنديرو زيت المائدة، تنديرو سنيدة، معلقة كبيرة نتاع سنيدة، وواحد قبيصة الملح، تنزيد واحد خمارة، واحد خمارة حمراء، تنزيد الزيتون كحل اللي تنقطعو مربعات صغار، واحد شوية نتاع الزعتر، وبالنسبة للسميدة، سميدة الحلوة، السميدة الرقيقة نتاع الحلوة، بعد ما تنخلط الزيتون مع الزيت مع السميدة، دابا تنزيدو الحليب على حسب الخليط، وشوية نتاع قبيصة الملح، وشوية نتاع سنيدة، تنديرو الحليب على حسب الخليط. تنجن الحرشة ديالي تنخليها واحد شوية باش ترتاح، وندوزو نطيبوها. ودابا تنبداو نطيبو الحريشات ديالنا، تنهزو الكويرات، تندوروهم في واحد شوية نتاع السميدة، تنديروهم في ليمون لي تندهنو بواحد شوية نتاع الزيت، تنحطوهم بليمون في المقلة لي تنسخنو حتى تكون سخونة، تنرش المقلة بواحد شوية نتاع السميدة، وتنحطو ليمون وتنحطو فيه الحريشة، تنضغطو عليها واحد شوية، تنقرصوها واحد شوية، تنستمروا بهذه الطريقة، تنساليو الحريشات، تنخليوهم طيطيبو، تنعاودو نقلبوهم. بالنسبة لهاد الحريشات عفوا كيجيو رائعين، يعني كيجيو بالمذاق نتاع البيتزا، تكون فيهم ريحة المذاق نتاع الزعتر والزيتون. تنقلبوهم الى تحمروا، تنعاودو نقلبوهم، تنخليوهم طي تحمروا، تنعاودو نقلبوهم، وتنستمروا بهذه الطريقه، تنساليو الحريشات. تنستمر بهذه الطريقة، تنسالي الحريشات، تيجيو زوينين بزاف، تيجيو هشاش ولذاذ، تيجيو في ليكوتي زوينين بزاف.
وجد سهلين، تنتمنى تجربوهم. مشاهدين الكرام، بعد ما تنسالي الحريشات كيجيو على هذا الشكل، كنزينهم بواحد شويه نتاع تيقامه وشويه نتاع الزيتون، تيجيو هشاش وزوينين. تنتمنى تجربوهم، وجد سهلين، ما فيهم شي تعب، دغيا كيتحضروا وبساط وهشاش، تيكونوا هشاش من الداخل، تيكون فيهم المذاق نتاع الزيتون والزعتر. تنتمنى تجربوهم، تيجيو بنان بزاف وسهلين واقتصاديين. تنتمنى الى ينالوا اعجابكم، وما تنساوش تشتركوا في القناة تدعموني باللايك الى عجبكم، والسلام عليكم. السلام عليكم.